تلفزيون سلطنة عمان يقدم أحلى الذكريات. سالم سأل سلمة عن ماضي مضى، قالت تلاقي علمة بأحلى الذكريات. عبد الله يتمشى بالذكرى يومية، واحلى ذكريات ابنكها فنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نقدم لكم مجلس الشعراء، هذا البرنامج الذي يعنى بالشعر والشعراء من الشعر الشعبي الأصيل. مشاهدين الكرام تابعونا. الآن ننتقل إلى الشاعر علي بن سعيد. الله حاضرين. إيش من قصيدة تبغى؟ نبغي قصيدة وهي غزلية، سمعنا. والله لا بس. يقول في قصيدة: يا ونتيه من زودة وجدا حلبي، أصطبت وانا في الهواء غرقاني، مشيت قيلا من فواد مرتبي، واخذيت شرحا منك كتب ديواني، من قصة البصري وخبر لي عربي، وتاويل عن شرط الهواء عنواني. عنواني. وعرفت انه المودة تتعبي، رمح دريم وهاري سناني، وشفت الذي شوفه كمل ومعيبي، ولد الدمان وقايد الغزلاني، وعند التماس مثل يد بالكهربي اللي مشوط في يدين انساني. وعليه جمال والجمال معذبي، ويزيد عن وصف الحسن بحساني، وتمثيل وصفه مثل صوغ الناعبي، ليضربوا به مثل عرباني، وشل خبره في ديار المغربي، وشرق واصل ديرة الإيراني. أما الآن نبقى مع معزوفة شعبية على آلة الربابة، فابقوا معنا. شيف ترسم وصار بالقلب معلوم، وهلت من العبرة غرايب دموعي، اسمح لي يا عم أحب علي ذكر. بعد غياب جمعة زمان لفيت يا مطر؟ مطر تراه بوجهي ولا جبته معي لعندك حتى يطلب السماح منك يا طويل العمر. يعني لو حدا قال لك اذبح حرار بالليل تذبحني يا البايق؟ لا سمح الله يا عمي، لا سمح الله، الموت هون علي ولا فكر بهالشي. لعاد كيف تقلع سنون نسواننا؟ طال عمرك، مطر كان متوازي، سوى اللي سواه غصب عنه، سامحه يا راعي مشهور سامحه. وقربت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى الآن مع الرسوم المتحركة وحلقة جديدة من هذا البرنامج. منذ ثلاث خير مشاهدين الكرام، نقدم لكم في هذه الأمسية سهرة فنية تعنى بالنغم والطرب والثقافة والأدب الأصيل، فتابعونا. في هذه الليلة أيها الأخوة سأقدم لكم نموذجين من فنانين العمانيين، هما المطرب الكبير حمد حليس وابنه المطرب عوض حليس. هم الأغاني تختار حق الناس. الله يا عالم المستور لسانك يا كريماني، سلك بحق الجبر والطور وشهورك مرعى وسبحاني. مشكور وخالق الأنس والجاني، سمحتنا يوم نفخ الصور عشاك يا رب تنساني. يحيى عمر قال يوم النور من يوم صادفتنا الغالي، عدا ولا بشقى ما منشول فك الزرارة وويني. كعبينك البلور زي الصفر جل ورماني، يا ليتنا بينها المقبور ما بينها النهد والثاني. بسولة الحور يا منبور في نظرة بألف حناني، أما المخالي بين الجور جنات حاسد وسفياني. ما هو سوا يا قمر عاشور يا لوز يا سكر عماني، ما هو سوا يا قمر عاشور يا لوز يا سكر عماني. هل في صلاتي على المشهور المصطفى نشل عدناني، هل في صلاتي على المشهور المصطفى نشل عدناني. مشاهدينا الكرام، وأيضا من برامجنا هذا البرنامج الذي يقدم لكم من خلاله تجوالا مع الطلبة والطالبات في برنامج نحو حياة أفضل، واليوم نسلط الضوء على مسابقة أوائل الطلبة، تابعونا. حلقة اليوم هي الحلقة الثالثة في مسابقة أوائل الطلبة كما سمعتم للثالث الإعدادي بمنطقة العاصمة، وهي بين فريقي مدرسة جابر بن زيد، وقد فاز هذا الفريق
في الحلقة السابقة حيث تغلب على فريق مدرسة حفص بن راشد الإعدادية. ما معنى خشية إملاق؟ خوف الفقر والعار. صح، الإجابة سليمة. ما معنى خطأ؟ إثما وذنبا. صح، الإجابة سليمة. مساء الخير مشاهدين الكرام، نبقى الآن مع مجموعة غنائية محلية وعربية وخليجية. أوقات ممتعة نتمناها لكم. عزيزي المشاهد، مسموح يلي تعذرت، مسموح يوم ما تعذرت. كلمات هذه الأغنية للشاعر الغنائي بدر برسلي والحان الفنان فنان الدقان. Thank you.
الله يتمشى بالذكرى يومية، واحلى الذكريات ابنك هفنيه.